في على 20 كم؟ 20,000 قسم يعني البيانات كلها قلنا من الألف. البيانات ليش؟ يعني هذه 160,000 قسمة 20,000 8 140 قسمة 60 قسمة 20 سبعة وعشرين سبعة وعشرين سبعة سبعة هذه سبعة سبعة ومئة وعشرين قسمة ستة 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 ومئة قسمة عشرين خمسة ثلاثة قسمة عشرين ستين ثلاثة اثنين واحد صفر صفر تطلع كام صفر على صفر على أي رقم صفر. من أحسن الطريقة ممكن المنبعة الحدية لوحدة النقود المنبقعة على السلعة واي. فبيكون كم؟ هذه المنافع تقسيم على السعر كم السعر؟ 10,000 السعر 10 تطلع 11 إذا 110 على 10 11 100 على 10 90 على 10 9 80 70 على 10 7 60 على 10 6 5 4 3 الآن طبق للشرطين اللي طرحناهم. الشرط الأول إنه تتساوى المنافع الحدية يعني وحدات النقود المنبقعة على السلعتين. فأين يتساووا؟ تجي تقارن بين هذا وهذا العمود، فين يتساووا؟ عند هذه الثمانية وهذه صح؟ هذه أول نقطة. إذا أنا ممكن أقول إنه يتحقق التوازن المستهلك عندما يستهلك وحدة من السلعة X و ثلاث وحدات من السلعة أربع وحدات من السلعة Y. مكتوب تحقق الشرط مش مكتوب الأول بس قلنا هذا شرط لازم غير كافي عشان أتأكد إنه فعلا أشوف هل المجموع ما ينبقى على السلعتين يساوي الدخل؟ الدخل كم هو؟ قلنا 120,000 120,000 السلعة الثانية عدد الوحدات حقها كم؟ أربعة في عشرة إذا ما يساوي 20 زائدا 40 يساوي 80 يساوي 60 60 120 إذا ما تساويش وبالتالي هذا النظام هي شرطة التوازن التي نبحث عنها نشوف نقطة أخرى معانا كمان سبعة هذا كان وحدتين وهذا كان خمس الآن إيش يعني هذا؟ إنه بستهلك وحدتين من X وخمس وحدات من Y طبق الشرط الثاني هل بيتحقق؟ توازن؟ لا نشوف الدخل كم هو؟ 120 يساوي 2 في 20 زائد 5 في 10 يساوي 40 زائد 50 يساوي 90 وإذا برضو هنا ما يتحققش التوازن ثلاثة نشوف النقطة الثالثة 6 وستة سادس وستة نطبق التوازن هي 120 الشرط الأول الآن تحقق عند ثلاث وحدات من X وست وحدات من Y يعني نشوف الشرط الثاني
ثلاثة في عشرين زائد ستة في عشرة. عشرة بيساوي ستين زائد ستين بيساوي مية وعشرين. وإذا هذه النقطة التي تحقق التوازن. فالمستهلك هنا عشان يكون في حالة توازن بصفة شخص رشيد وعقلاني لابد ما يستهلك ثلاث وحدات من السلعة X وست وحدات من السلعة Y. طبعا لو لاحظتم أنتم إنه عند الخمسة برضه إيش يتحقق الشرط، عند أربعة يتحقق، عند الثلاثة يتحقق الشرط الأول. لكن لو طبقتم النقاط على الشرط الثاني بتجد انه غير متحقق الشرط الثاني، وبالتالي هذه هي نقاط التوازن اللي هي كم؟ ثلاثة من اكس وستة واي. صور من البداية يعني.